اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحن اليوم وهو أول خميس في رجب في كربلاء المقدسة، وهذا الإمام الحسين عليه السلام وأنتم جميعا في شفاعته، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقى وبقى الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزينة وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا ابن الزهراء. يا ليتنا كنا معكم، والله نفوز فوزا. إلهي، بحق الحسين وبحق هذا يوم الخميس وهو أول يوم خميس من رجب، ارفع هاي الغمة عن هاي الأمة، واحفظ كل شباب وكل ولد لأمة. إلهي، يا دافع البلاء والوباء، ادفع عنا البلاء والوباء يا الله. اللهم شافي وعافي كل مريض بحق مريض كربلاء زين العابدين، وبالخصوص العلوية. لا يا رب، حبايب انظروا هنا إن شاء الله بإذن الله جوار الإمام الحسين سوين كعبة، وهذه الكعبة كلش حلوة، باعوها حبايبي، أخذوا براد منها، مسوين تشابيه كعبة إن شاء الله، بس مراد بليد، بس شنو بلية تشابيه، نسخة منها، نسخة من الكعبة، وإن شاء الله يشفع عنا رسول الله محمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.